التسبيك، السمنه، الزيت، الحاجات دي كلها بتاثر برضو على القولون، ممكن تعمل له تهيج. في كتير هلا وصفات على النت، وصفات كتير بنسمعها من الناس انه هي مفيده للقولون. انا بقول هي الوصفات يعني بتكون صحيحه بعد التجربه، انه مثل ما قلت كل انسان مختلف عن الاخر، كل جسم مختلف عن الاخر. فناس المسبك والطماطم مثلا بتضايقهم، ناس لا. فاحنا ما حنقول له مثلا بعد عن كل الماكولات، لانه يعني حيزيد اكتئاب، واكتئاب فوق الالم والنفخه، وهيك حتمنعي عن اشياء كثير. انت بتقولي له انت راقب حالك، هل معجنات هي اللي ضايقتك، هل البقوليات، هل الحليب، هل امور اخرى. فبالنسبه للغذاء مثل ما قلت هو طبيب نفسه غذائيا، لكن هو ما فيش قاعده ثابته في موضوع الاكل. هو عارف بياكل الاكله بتتعب قولونه على طول. هن حاصرينهم الاغذيه اللي ممكن تعمل انتفاخ وتعمل غازات، بس كمان هي الاغذيه لو بتشوفيها في ناس بتعمل لك لا والله انا باكلها ما بيحصليش حاجه. بالضبط بالضبط، بيكون يعني حقيقي هالشيء. فعند الليسته هي الغذاء هو بقى بده يكون متحكم او طبيب نفسه. تمام. يختار شو الاغذيه اللي بتناسبه منها. تمام.